السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير وبخير. فلوق جديد، ماتش جديد كما العاده. اليوم كاين ماتش ديال الباسكت، نتوما عارفين الحمد لله البارح كان اللعابه داروا ماتش ناضي، يعني في تشامبيونز ليغ جابوا لنا نتيجه ايجابيه واخا خسرنا في جي واحد، باقي لحد الان ما كاين والو. نتمنوا اللعابه يبقوا حاضرين اليوم ويجيبوا لنا التشامبيونز ليغ. نرجعوا للباسكت، اليوم كاين ماتش ديال الدومي فينال ديال الشامبيونا. نتمنوا اللعابه يتقاتلوا كيما تقاتلوا في الاول، يكملوا ويجيبوا لنا اللقب، وحنا معاهم ونسيبورتيهم. المهم تعيشوا معايا، حنا دخلنا قربنا للقاعه، دابا حنا في الباساج ديال القاعه، راكم عارفين تعيشوا الاجواء، تسمعوا الجمهور. نتمنوا اللعابه يكونوا في نارهم ويجيبوا لنا الرباح وديما ويدي. Yeah.
سلسله الجوله الثانيه تفوق نادي الوداد الرياضي 32 على مجد طنجه. هذا الالي ديال نصف النهائي ديال البطوله، تتمنوا تكون واحد الحصه كبيره باش يمشيو ان شاء الله الاياب يكونوا مرتاحين، وحنا غنصيفطو لهم تيسير الماتش. يلاه خليكم على الاجواء.